ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس باسمي وباسم قناة أنفاس بريس. كنوجه تعزية للضحايا ديال زلزال الحوز. إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى. وكما العادة خرجنا للشارع المغربي باش نسولوا المواطنين على الإحساس ديالهم والنفسية ديالهم من بعد الزلزال، وتعرفوا النفسية ديالهم من بعد الزلزال. أجوا معايا. أول شيء قبل ما نتحدث عن الحالة النفسية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وهم شهداء عند الله، لأن جميع اللي مات في الغرق وفي الحرق وفي الهدم يعتبروا شهيدا عند الله، نحسبه مع الله كذلك. الحالة النفسية كسائر المغاربة لا بد أن يتأثر الإنسان بالفقد ديال الإخوان دياله رحمة الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف المجتمع ديالنا كأنه الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. واحد الإنسان متضرر، فما بالك بالذي فقد حياته، فما بالك بالذي فقد أبويه وبقي يتيما، أو أم ثكلى فقدت أولادها، أو زوج فقد زوجته وأبناءه رحمة الله عليهم جميعا. نسأل لهم الله السلامة، نسأل اللهم لهم الرحمة والشفاء المعطوبين، وأن يتغمد الله الشهداء برحمته. نقول لك والله الإحساس ديالي لأن هذاك النهار فاش كنت أنا في هذاك الوقت وقع هذاك الزنزال تأثرنا بزاف، كان عندهم مسكين ضرر بزاف، وذاك الناس اللي عايشين تما ما نكذبش عليك النفسية ديالي حاليا وأنا ولادي كلهم مأثرين بزاف، تأثرنا بزاف. معنا تخلعنا هذاك النهار وما دخلناش بكري وبقينا الناس أنا كنتعيطوا بعضياتنا، واش وقع هادي واش هادي واش هادي. المهم من سمعنا الأخبار الناس كتموت بزاف، يعني بقينا تأثرنا بزاف. والله يرحم جميع المسلمين، الله يرحمهم، الله يصبرهم، اللي عنده شي عائله الله يصبرها. واللي هادشي اللي غنقول لك اخويا، النفسيه ديالي وديال وليداتي باقيين مخلوعين، باقيين مأطرين، وكل مره كنقولوا غادي توقع عاوتاني شي حاجه اخرى، وفين ما درنا كنتحسوا واش كاين شي حركه واش هذا. المهم هاد الناس هادو راهم هما تمحنوا ومحنونا في قلوبنا حتى حنايا. الإحساس ديالي من بعد الزنزال في حقيقة تخلعنا بزاف، وهربنا من الدار وجينا لهذا الفضاء اللي ديال هاد السقاية هادي لافونتين، جينا تما فين نبتنا حتى الصباح. والإحساس ديالي لهذوك الناس اللي كاينين في هذاك الموقع البؤرة فين اللي وقعت الحادثة، ألمونا بزاف خواطرنا وباقيين الآن مألمين. الله يرحم اللي مات، والله يشافي اللي مجروح اللي مضرور، الله يشافيهم ويعجل بالشفاء ديالهم. كانوا خساره شويه فهمتوا، مازال حنا شويه ما تاثرناش بالخساره ديالو، ولكن هذوك الناس تمنوا ليهم الشفاء وتعاونوا معهم مساكن في السكن ديالهم. وهذاك بعد الحمد لله، كنحمد الله على كل شيء، على كل شيء فهمتي. انت هذاك الشيء نعمه ديال الله فهمتوا، ولا لا قدروش حنا ندخلوا في هذاك الشيء، الا كنا خدامين حنايا كنا خارجين. انا ما حسيتش بيا خويا، مع كنا في اوطيل داخل ما حسيتش بوالو. خرجت لقيت الناس كتغوش وهابطه من ديور، خرجنا شحنايا قالوا لنا هربوا، هربنا شحنايا، خرجنا من الاوطيل اللي كنا خدامين، لا خرجنا على برا بحالاتنا، ما كنا خدامين هنايا فهمتي ولا. الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير فهمتي ولا، يوقفوا معاهم الناس وهادي وتساعدوا معاهم. هادشي اللي كنتمناو اخو، الله يرحم الجميع اخو، البركه في راس هذوك الناس اللي ضاعوا بزاف. ما تصوروش على بالك، انا ووليداتي ومرتي كنت انا بالمره الاولى كانت صحابه مخدمه ما كاينه الصابون، قلت لها واش مخسر ولا الجلدات؟ قالت لي لا. قلت لها هادي، وانا نقول لها سمعت الماء عندك يطيحوا، قلت لها هربي الزنزان، هربنا. وهذه في حاله هستيريه الحمد لله، بقى شويه وخا ملي جيت الصباح بتنا في واحد الزرده وداك الشيء كنحس باكتئاب. الله يرحم هذوك الناس كاملين، اطفال ونساء ورجال وجميع كاملين.